صباح الخير نور، وصباح الخير ليا. طبعا نحن هلا متواجدين بمنطقه الحميديه ضمن الحمله اللي عم تقوم فيها الغرفه الفتيه الدوليه جي سي اي، الحمله تحت عنوان ريس دويت بمشاركه 150 دوله ايضا وملايين المتطوعين. هيدي الحمله هادفه وتهدف لتحريك وتوعيه المجتمع المدني. عم نشوف هيدي الحمله اليوم بدمشق بشارع الحمراء وساحه عرنوس، وهلا وصلنا على الحميديه ايضا. الفريق متجزئ طبعا لينظف الشوارع، عم نشوف تفاعل كتير كبير، العالم عم يعني كأنه فرحانة انه في هيك حملة عم بتم. رح ناخذ رئيس الغرفة الفتية ليخبرنا اكثر. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا، يسعد صباحكم وصباح المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك، تخبرنا اكثر عن هيدي الحملة. هلا حملة الدويت هي حملة عالمية اليوم عم تمشي بنفس الوقت بأكثر من 150 دولة حول العالم. اليوم عندنا ملايين المشاركين عم يشاركوا حول العالم بهذه الدول. نحن اليوم بسوريا موجودين بدمشق، بحلب، بحمص، باللاذقية وطرطوس، عم نشتغل على موضوع التوعية لنشتغل نوعي بالمجتمع أو خلينا نقول المواطنين بالمجتمع بحيث أنه يهتموا ب نظافة البلد، نظافة الأحياء، بحيث أنه نظل محافظين على نظافة بلدنا. وبنفس النسق، على نفس النسق ماشي مشروع مثل الفل. مثل الفل كمان هو ضمن الموضوع كمان التوعية البيئية وتوعية النظافة، ماشي من أول السنة. بس نحن اليوم موجودين بهدف الحملة، حملة العالمية Let's Do It. كمان على هامش الفعالية هنشتغل على موضوع كمان السيارات. اليوم كتير عم نشوف ظاهرة تمام، يعني حتى عطيتني كمان كيس للسيارة نور. مثل ما عم نشوف ضمن الحملة في مشروع مثل الفل حتى بيضمن اكياس للسيارات لمنع ايضا رمي اي علبة او اي قمامة خارج السيارة. يعني مثل ما عم نعرف نحن نظافة الشوارع ونظافة الامكنة بتعكس صورة حضارية عن اي بلد، عن اي منطقة. وعم نشوف ايضا على صحة الانسان، كتير بتأثر على صحة الانسان. كل ما كان الشارع نظيف، كل ما كان ايضا الهواء نظيف اللي عم نتنفسه. كمان ايضا رح ننتقل لدانا اللي هي منظمه هيدا الحمله. صباح الخير. صباح النور. هلا حمله Let's Do It هي حمله عالميه ب 150 دوله. سوريا من الدول المشاركه. طبعا نحن تلقينا دعم من محافظه دمشق، من مديريات النظافه، البلديات، مكتب عنبر، اي يعني مديريه مسؤوله عن المناطق اللي نحن متواجدين فيها. عدد كمان نازل معنا جمعيات من المجتمع المدني، في جمعيه تنظيم الاسره، في اشخاص مدنيين تواصلوا على صفحه Let's Do It اللي على فيسبوك ونزلوا معنا كمان اليوم على الحمله. وان شاء الله بنقدر ننشر هاي الفكره بين العالم انه يكون هذا الوعي موجود وما يكبوا بالطرقات، نحاول قد ما فينا نقلل من هذا الشيء. شكرا كثير لك دانا. نور ليا، مثل ما عم نشوف الصبايا والشباب حاملين اكياس وحتى اعقاب السجائر عم يشيلوها من الارض. طبعا في جهود مشكوره طبعا وعمليه تشبيك مع محافظه دمشق ومع مكتب عنبر والبلديات لهيدي الحمله. طبعا كمان عم نشوف الصبايا، اذا بنشوف عبد كيف عم تماما. يعني كتير حلو بسوريا، سوريا معروفة بلد الحضارة، من البلاد المتقدمة، هيك حملة كمان رح نشوفها عضو بالحملة. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. كيف هيك ملاقيين النشاط من الصبح؟ الحمد لله حماس من بكير، وحتى العالم بلشت تتفاعل معنا يعني، والحمد لله اليوم الطقس مساعد، ما في كتير شوب. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله هيك يعني نطمح إنه نلاقي بلدنا أنظف، بيئة نظيفة، خالية من الأمراض والأوبئة، هي هذا أهم شيء يعني. شكرا كثير لك نور ليا. مثل ما شفنا هيدي الحمله، يمكن فيها لسه حملات اخرى رح تقوم فيها الغرفه الفتيه الدوليه. سوريا جميله وسوريا نظيفه وسوريا رائعه، وهلا هيدي الحمله عم تدعم الشوارع ودمشق القديمه خاصه. نحن اليوم بالحميديه ورح تمتد الحمله لدمشق القديمه وباقي شوارع دمشق. عوده اليك نور وليا، صباح الخير. خير.